قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. لا نافية وشيئا نكر في سياق النبي فتعم، فيكون النبي عليه الصلاة والسلام غير مغن عن قومه بأي شيء من الأشياء حتى ولو قل. فإذا كان هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم مع علو منزلته، فما ظنكم بمن هو دونه؟ وما ظنكم بهذه الأصنام؟ ففي هذا دليل على بطلان تعلق هؤلاء بهذه المعبودات التي لا تنفع ولا تضر. وهذا هو دأب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يفوضون أمرهم إلى الله عز وجل. ولذا قال يعقوب عليه الصلاة والسلام لبنيه: وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله. ونستفيد من هنا فائدة، وهي أن الإنسان يعرف قدره. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرف قدره وأنه لا يملك لهؤلاء شيئا، ولذا كما سيأتي معنا في قصة عمه أبي طالب قال: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله. فلو كان يملك شيئا عليه الصلاة والسلام لدفع عن عمه السوء، لكنه لا يملك من الأمر شيئا. من ثم فإن علينا أن نعرف قدر أنفسنا، سواء ملكنا مالا أو ظفرنا بجاه أو حصلنا علما، فنحن بحاجة إلى عون من الله عز وجل، وهذا يعد من باب التواضع. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: وما تواضع أحد لله إلا رفعه.